تجهيز أقزام التعليم الأولي بالمؤسسات العمومية للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق الأصالة والمعاصرة. تفضلوا السيد النائب المحترم، مشكورين. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، التعليم الأولي منه تنطلق مسيرة التعليم بشكل عام. يجب أن نوفر كل الظروف لأبناء المغاربة سواء في المدينة أو في البادية أو في الجبل من أجل التحصيل في مدرسة تضمن الإنصاف وتضمن المساواة. شكرا لكم. تفضلوا السيد الوزير، مشكورين. السيد الرئيس محترم، السيد النائب المحترم، كما تعلمون التعليم الأولي أصبح من أولويات الأوراج الإصلاحية للمنظومة، ولا سيما بعد تنظيم اليوم الوطني يوم 18 يوليوز 2018 تحت الرعاية السامية صاحب جلالة نصره الله، واللي كان فيها واحد رسالة ملكية موجهة لتعميم التعليم الأولي دي جودة. تم العمل على إخراج واحد الإطار منهجي وطني اللي كيأثر العملية، لا بالنسبة للبيداغوجية المعتمدة على المستوى ديال التعليم الأولي، لا على المستوى ديال تكوين المربيات، لا على مستوى تأهيل الفضاء اللي خصهم يتنموا فيهم القدرات ديال هاد الأطفال. كنا في واحد النسبة في الانطلاق هذا البرنامج ديال 49.5%، والحمد لله بعد الانطلاقة الرسمية لهذا البرنامج التعميم السنة المنصرمة وصلنا ل 55% هذه السنة. تم إحداث 5800 حجرة وتمدرس 100672 طفل. وهذه السنة إن شاء الله سنعمل على أيضا تطوير هذا البرنامج لأفق تعميمي خلال 2027-2028. اللي خصنا نعرفه هي الميزانية اللي تم إرصادها لهذا البرنامج هو 1.35 مليار في إطار قانون المالية ديال 2019، وهذه السنة إن شاء الله غادي يكون أيضا 1.1 مليار درهم اللي غادي تكون باش يمكننا نواكبوا هذا البرنامج الطموح اللي اليوم خاص لابد نديروا واحد التمييز إيجابي على المستوى القروي، لأن النسب على المستوى القروي هما نسب قليلة على النسبة الوطنية تقريبا 35%. ايضا خصنا نعتمدوا. شكرا سيد الوزير، انتهى الوقت. سيد النائب المحترم للتعقيب، تفضلوا، مشكورين. سيد الوزير، ما قلتموه هو الحقيقه المره، هو انه العالم القروي تتجلى فيه كل الاختلالات في الشق المتعلق بهذه المنظومه المتعلقه بالتعليم الاولي، بحيث انه اصغر نسبه هناك، ظروف التعلم والتحصيل منعدمه، متابعه المربيات والمربيين منعدمه، كاين فوضى على المستوى الوطني في تعدد المتدخلين، 4 وزارات تتدخل في هذا الموضوع ولكن الحصه الاساسيه لوزارتكم، ايضا جمعيات المجتمع المدني مشكوره والجاده لكن ما كاينش المواكبه ديالها، اكثر من ذلك هو انه هناك بعض الاشخاص الذاتيين وبالتالي هذا المجال هو مجال اللي فيه الفوضى، وخصكم تدخلوا بالحزم اللازم باش يمكن هذا التعليم الاولي اللي فيه الانطلاقه الاساسيه باش يمكن وليداتنا وبناتنا وخصوصا ابناء الطبقه الهشه والفقيره اللي عندهم صعوبه في الولوج لهذه المنظومه يلقاو حقهم. ايضا نسبه التنفيذ، تكلمتوا تقريبا على 1.5 مليار ديال الدرهم، شحال نفذتوا فيها؟ 1.3 مليار، شحال وصل للعالم القروي؟ في اطار يمكن اتفاقيات الشراكه يمكن كاين اقسام واجده ما محتاجاش تبنى، وبالتالي يمكن في اطار اتفاقيات الشراكه مع الجماعه الترابيه يمكن نخرجوا نرفعوا النسبه، لان كنا في 50% من بعد سنه ولينا 55%، خصنا يمكن شي 10 سنين اخرى باش يمسوا. انتم مشيتوا ل 10 سنين 2028 باش يمكن تكون التعميم، ولكن يمكننا دابا هذا الرقم نرفعوه الى شرقنا كل الفرقاء. شكرا سيدي المحترم، هل من تعقيب اضافي؟ تفضل سيدنا المحترم عن فريق العدالة والتنمية. شكرا. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، وانتم كتكلموا على التجهيز، بغيت غير نغتنم فرصة نثير الانتباه ديالكم انه مركز الاقسام التحضيرية بالسطات بعد الفتح ديالو اكثر من 3 سنوات مازال ما مربوطش بالشبكة ديال الصرف الصحي وشبكة الماء وشبكة الكهرباء، ثم كذلك ما تبناش فيه المطعم والمطبخ، والشطر الثاني من الداخلية مازال ما تبناش رغم انه الاقسام التحضيريه انت كتعرفوا الخصوصيه ديالها. شكرا سيد الوزير. شكرا لكم. هل من تعقيب اضافي اخر؟ سيد الوزير في ثواني. زيد، بالنسبه للتعليم الاولي في العالم القروي اليوم كاينه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي خصات
15,000 حجرة، 10,000 ديال إحداثات و 5,000 ديال إعادة تأهيل والتدبير ديالو في سنتين بالنسبة للتسيير، وهذا غادي يعطي واحد دفعة قوية بالنسبة للعالم القروي. بالنسبة للنقطة اللي ترى الأخ أنا سجلتها وإن شاء الله غادي نضرب فيها. شكرا لكم. شكرا السيد الوزير.